السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مجددا متابعين باتر لايف الدكتور رضوان. إن شاء الله اليوم راح نتكلم عن إدارة المشاريع. تكلمنا سابقا عن 3 فيديوهات اللي هي عن المشروع والفرق بين المشروع والبرنامج وإدارة المشاريع والفرق بين إدارة المشاريع وبين المشروع، وتكلمنا كذلك عن مدير المشروع وما هي المهام التي لازم يقوم بها مدير المشروع والمعلومات التي لازم تكون متوفرة لديه. اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن موضوع مهم والذي هو المفاهيم الأساسية لإدارة المشاريع. طبعا معهد إدارة المشاريع هو جمعية عالمية مهنية في إدارة المشاريع، تم تأسيسها في عام 1969. من أهداف هذه الشركة أو المؤسسة هو إنشاء معايير وتقنيات تعمل في إدارة المشاريع، وعملوا كتاب سموه BM Book اللي هو Project Management Body of Knowledge. من الأفكار الأساسية التي قام بها هذا المعهد هي 4 أشياء وألفوها في هذا الكتيب أو هذا الكتاب أو الدليل، نسميه ما تريد. الـ4 الأشياء هو الكيان المعرفي بإدارة المشاريع اللي هو BM Book، والـ5 مجموعات عملية في إدارة المشاريع، وهذه المجموعات تحدد المسار الذي يجب أن يتبعه المشروع أو مدير المشروع. الشيء الثالث الذي قاموا به هو 10 مجالات معرفية في إدارة المشاريع، والتي أيضا تحدد أجزاء مختلفة من كل مجموعة من العمليات الـ5. رقم 4 هي القيود الـ3 الذي توضح كيفية توازن المشروع اللي هي Scope, Time and Budget. طيب خلونا نتعرف على رقم 1 اللي هو الكيان المعرفي بإدارة المشروع. طبعا الكيان المعرفي بإدارة المشروع هو يعتبر الكتاب المقدس لمعهد إدارة المشاريع، ويشمل نظرية عامة مفصلة للعمليات الـ5 وللمجالات المعرفية الـ10، والتي تعتبر يعني كأفضل الممارسات في مجال إدارة المشروع إلى حد الآن. طبعا تسمح هذه المواصفة القياسات العالمية بتطبيق إجراءات وأساليب وعمليات يعني متناسقة مع بعض على أي مشروع، بغض النظر يكون المشروع صغير أو كبير. رقم 2 الذي موجود في الكتيب هذا BM Book هو المجموعات العمليات الـ5 في إدارة المشاريع، واللي هي البدء والتخطيط والتنفيذ والمراقبة والانتهاء. طبعا هذه العمليات تشكل اللبنة الأساسية لأي مشروع سواء صغير أو كبير، ويتم وصف هذه العمليات من حيث المدخلات، على سبيل المثال الوثائق، المخطط، التصاميم وغيرها، والأدوات والتقنيات اللي هي الآليات المطبقة على المدخلات. أما الشيء الثاني هو المخرجات مثل المستندات، المنتجات وإلى آخرها. رقم 3 النقطة الثالثة التي وضعت في هذا الكتاب هي 10 المجالات المعرفية، وطبعا لابد أن تكون هذه متوفرة في أي مشروع. طبعا يحتوي هذا الكتيب على 10 مجالات معرفية والتي تعد أساسية لعمليات إدارة المشاريع. على سبيل المثال إدارة التكامل، 10 العمليات، إدارة التكامل، إدارة المشتريات، إدارة النطاق، إدارة المخاطر، إدارة الوقت، إدارة الاتصالات، إدارة التكاليف، إدارة الموارد البشرية، إدارة الجودة، وأخيرا رقم 10 إدارة أصحاب المعنيين أو أصحاب المصلحة. طبعا كل مجالات المعرفة تحتوي على بعض أو كل عمليات إدارة المشروع. على سبيل المثال يعني تتضمن على سبيل المثال إدارة المشتريات، على خطة إدارة المشتريات، إجراء المشتريات، مراقبة المشتريات، وبعد ذلك إغلاق المشتريات. فالـ5 عمليات الخاصة بالمشروع متداخلة مع 10 المعرفية لإدارة المشروع. رقم 4 هي القيود الـ3
طبعا يعني هذه القيود توضح يعني توازن نطاق المشروع والجدول الزمني اللي هو الوقت والميزانية اللي هي التكلفة أثناء مرحلة التخطيط للمشروع. يحدد فريق إدارة المشروع ونطاق المشروع والجدول الزمني اللي هو الوقت والميزانية اللي هي التكلفة، وعندما يستمر وتستمر العملية يعني يكتشف مدير المشروع أنه قد تكون هناك تغيرات أو تعديلات يجب إجراؤها في أحد هذه المجالات. فإذا حدث هذا الأمر من المحتمل أن تتأخر العوامل الأخرى للقيود الثلاثة. على سبيل المثال إذا زادت الميزانية اللي هي التكلفة، فمن المنطق أن النطاق أو الجدول سيزداد أيضا، ويحدث الشيء نفسه إذا انخفضت الميزانية، النطاق والجدول الزمني اللي هو الوقت سوف يقل أيضا. وهنا تأتي مهمة مدير المشروع وأحيانا فريق المشروع، لكن في الأغلب هي مهمة مدير المشروع في تحديد كيفية التغيير لأي واحد من العناصر الثلاثة ومدى تأثير التغيير على العناصر الأخرى. هذه هي المفاهيم الأساسية التي وضعت في كتاب BM Project اللي هو الكيان لإدارة المشاريع، وطبعا فيها بالتفصيل إن شاء الله راح نشرحها بالتفصيل عن كل نقطة، يعني العمليات الخمس في إدارة المشاريع راح نشرحها بالتفصيل وكيف يتم تداخلها مع العشر العمليات المعرفية. أتمنى أنكم استفدتم من هذا الفيديو، وتابعونا إن شاء الله في الفيديوهات القادمة راح نتكلم عن البقية بالتفصيل، ولا تنسوا المشاركة والنشر. ولكم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.